مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا شوطنا العاشر بحفظ من الله ورعاية شوطنا مخصص لفئة الجعدان. أيضا الفطايم من المسافة هي 1500 بإشارة المقدمة من سعيد بن سهيل بن دليوي. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الصدارة مع بداية الشوط. شاهين يقدم لنا، شاهين سيب بن عتيج المقعود الفلاسي يقدم لنا شاهين. المركز الثاني الحاضر قنان القادم أو قنعان، نعم عبد العزيز بن عبد الرحمن برحمة الشامسي يقدم لنا قنعان. المركز الثالث مناور، مناور القادم سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي يأتي على المركز الثاني، والأسامي قادمة والشعارات حاضرة بهذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء، يحمل الشعارات الرائعة والجميلة. وسلمان بن علي بن سلطان برش حاضر، حاضر بالرشيد، حاضر مع الاسم المميز وابن مرخان. ومن الجانب الاخر اسامي، اسامي لها وزنها، ولكن مناور 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 سعيد بن شطيط المدهوش يركز، ولكن برحمه برحمه مع قنعان عبد العزيز بن عبد الرحمن برحمه الشامس يغير إلى الفوز والانتصار إلى المركز الأول. وبالرشيد قادم، قادم بالرشيد سلمان بن علي بن سلطان بالرشيد مع الأمتار، مع الأمتار الأخيرة للمرة الثانية على التوالي لدكتور الأصايل ولأبناء العوير، لأبناء العوير وابن مرخان مع شاهين. ولكن سلام يا العوير، سلام سلام يا الدكتور، يا دكتور الأصايل مشكور على الفوز والانتصار. المركز الثاني لمحمد برايد بن مرخان، المركز الثالث لعبد الرحمن عبد عبد العزيز بن عبد الرحمن برحمه الشامسي. التوقيت دقيقتين و15 ثانيه، تهاني والناموس للدكتور والي سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد، وتهاني والناموس لعلي بن سلطان بن رشيد الكتبي مع الفوز والانتصار وانتزاع المركز الاول والنقطه الثانيه. تهاني والناموس لك يا بن رشيد على الفوز والانتصار.